السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. bienvenue notre chaîne opportunité pour réussir. من اجل دعمنا المرجو الضغط على زر اعجاب للفيديو ثم اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي نيفو 6 اني دو لونسيومو بريمير من كتاب باركور فرونسي. اذا غادي نشوفوا واحد ليكتور ديكسيون اللي العنوان ديالها لو فيو مولا لا باج 124 ديال لونيتي 4. اذا قلنا غادي نشوفوا هذه الانشوده ولا هذا الشعر ديالنا اللي قدامنا هذا البويم اللي العنوان ديالو لو فيو مولا ولا الطاحونه القديمه. غادي نحاولوا ان شاء الله نقراوه ابري غادي نشرحوه ان شاء الله ومن بعد غادي نحاولوا نجاوبوا على الكيستيون ديالنا. اذا نقراوا ان شاء الله هذا البويم Le vieux moulin. Le vieux moulin. Je suis un vieux moulin qui broyait le bon grain. J'en faisais de la farine bien belle, bien fine. Ma grande roue tournait, le cours d'eau chantait. Le vent était mon ami, le brave meunier aussi. Oh donc, et la rivière qui jouait avec les pierres. Ma grande roue s'est tue, elle aussi ne chante plus. Tout aurait donc une fin, le meunier et son moulin, la belle farine, le bon grain, qui est devenu le bon pain. Et donc, comme je vous ai dit, c'est le poème de nous, on va essayer de le lire une autre fois. Le vieux moulin. Je suis un vieux moulin qui broyait le bon grain. J'en faisais de la farine, bien belle, bien fine. Ma grande roue tournait, le cours d'eau chantait. Le vent était mon ami, le brave meunier aussi. Oh donc, et la rivière qui jouait avec les pierres. Ma grande roue s'est tue, elle aussi ne chante plus. T'aurais donc une fin, le meunier et son moulin. La belle farine, le bon grain, qui est devenu le bon pain. إذن قلنا هذا هو الأنشودة ديالنا ولا هذه هي البويم ديالنا الشعر ديالنا القصيدة الشعرية ديالنا فيها لو فيو مولان ولا الطاحونة القديمة. إذن نحاولوا نشرحوا بيت ببيت ولا فيغ باغ فيغ ولا إذن جو سوي أن فيو مولان أنا الطاحونة القديمة كي بغوايي لو بون غران اللي تنطحن لو بون غران الدقيق ولا لو بون غران يعني الحب لي غران هما الحب الحبيبات ديال الزرع. اذا لو بون غران الجيده جون فوزي دو لا فارين تندير لكم تنحاول نستعمل لكم لا ندير لكم لا فارين يعني الطحين ولا الدقيق بيان بيل بيان فين يعني زوين وفين يعني رقيق و ما غروند رو تورني الرويضه ديالي كبيره تدور كما تشوفوا في تما في اذا لو كور دو شونتي يعني الجريان ديال المياه تيغنيو لو فون ايتي مون امي الريح كان الصديق ديالي لو براف موني اوسي او لو براف موني هذاك اللي تيخدم في الطاحونه كذلك كان الصديق ديالي او دونك اي لا ريفيير فين هو الواد دابا كي جوي افيك لي بيير اللي كان تيلعب مع الحجر ما غروند رو سي تو داك الرويضه ديالي ماتت اي اوسي نو شونت بلو وما بقاتش تتغني تو غي دونك اون فان كل حاجه تكون عندها نهايه لو موني اي سون مولا داك اللي تيخدم في الطاحونه والطاحونه ديالو لا بيل فارين لو بون غران والطحيح الطحين بلوتو الطحين الجيد و الحب الجيد كي دوفوني لو بون بان اللي جي رجع لينا خبز جيد. اذا كما شفتوا هاد لا شونسون هادي ولا هاد بلوتو هاد البويم هادي ولا هاد البويزي هادي تتهضر لينا على الطاحونه ولا لو فيو مولا كيفاش كانت وكيفاش ولات. اذا عندنا كما الى لاحظتوا غادي نحاولوا ممكن نحاولوا نقسموها لجزء جوج ديال الاجزاء. الجزء الاول هي فاش كانت الطاحونه خدامه مزيان وكانت تخدم مزيان والجزء الثاني هي فاش ماتت وما بقاتش خدامه. اذا كما تشوفوا في هذه الصور هادو تنشوفوا الطاحونه اذا اللي تطحن لينا الدقيق ولا تطحن لينا الحبات ديال الزرع وعندنا عندها واحد الرويضه كما تشوفوا كذلك تطلع الماء تدور بفضل الريح والتيارات ديال الماء. اذا نمشيو للسؤال الاول قالك دابخي لو تيتر لي زيماج دو كوا ساجيتيل دون سو بويم. اذا il s'agit d'un moulin. السؤال الثاني à quoi sert un moulin علاش يصلح ان مولان تصلح باش تحل لنا الزرع. اذا il sert à broyer le bon grain et à faire de la farine.
سؤال ثلاثة اسكو سولوي سي سيغ اونكور واش تتصلح لشي حاجة واحدة أخرى إل سيغ اونكور الو دو لا ريفيير كي في تورني لا رو إذا تتصلح الما ديال الواد اللي تيدور الرويضة ديالها جو كومبخون لو بويم كي بارل دون سو بويم شكون اللي تيهضر إذا الطاحونة هي اللي تتهضر كتقول سي لو مولان كي بارل كتقول جو سوي ان فيو مولان إذا كتقول لهم أنا الطاحونة القديمة جو سوي ان فيو مولان Est-ce qu'elle était utile واش كانت تنفع il était utile oui elle était utile كانت تنفع كانت تطحن اذا qu'est-ce qu'elle le montre شنو جايبين لينا ذلك اذا كما كاين عندنا في لوفر elle broyait le bon grain et elle faisait de la farine كانت اذا بغوي عندنا تما l'imparfait وعندنا faisait l'imparfait اذا استعملنا قلنا l'imparfait باش يبين بان كان هادشي في الباسي à qui peut-on لو كومباري باش ممكن نقارنوها هادي اذا ممكن نقارنوها باش بان مولان الكتريك اون بو لو كومباري بار ان مولان الكتريك السؤال 5 ايتيل توجور كونطون واش هي دائما سعيده كيسكيل كو سيتيل باسي نو الي مانتونو يوزي دابا ولات يوزي يعني غير صالحه للاستعمال السؤال 6 En combien de parties peut-on scinder ce poème شحال ممكن من قطعه نقسموا هذا البويم قلنا ممكن نقسموها لجوج ديال لي بارتي لا بارتي الاولانيه هي تنهضروا فاش كانت المولان خدامه مزيان يعني ولا بارتي الثانيه هي فاش ما بقاتش خدامه اذا اون بو لو سيندي اون دو بارتي السؤال 7 كيل تيتغ دوني ا سي بارتي اذا ممكن نعطيوها جوج ديال لي تيتغ في الاول لو نوفو مولا وفي الثاني لو فيو مولا اذا كل واحد يحاول يعطي لي تيتغ لي باغ اكزومبل انا عطيتكم لو نوفو مولا اي لو فيو مولا جو دي بيان لو بويم جو ديكوب لو فير اون سيلاب اكزومبل جون فوزي دو لا فارين كي بغوي لو بون غران اذا كي بغوي لو بون غران Je respecte les pauses. Où donc est la rivière qui jouait avec les pierres? Ma grande roue s'est tue et aussi ne chante plus. Tu aurais donc une faim? Le meunier et son moulin, la belle farine, le bon grain qui est devenu le bon pain. Eden, هذا هو البوين ديالنا ولا ليكتور ديكسيون كانت عندنا فيها لو فيو مولان نتمنى تكونوا فهمتوها مزيان نتمنى لكم التوفيق شكرا لكم شكرا لكل متابعينا الاوفياء لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الا عجبكم اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى يدير جديد من الدروس اللي تنقدموا في قناه معالي الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللينك ديالها في لابو ديسكريبسيون ولا ممكن تخليوا لينا غير كومونتير الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله الى اللقاء